مثل ما تابعنا فرح مشاركات عديدة كانت من مختلف المحافظات السورية، كانت بحوالي 160 مشاركة. لنحكي أكثر عن هذا المعرض اللي افتتح ب 6 أيلول ومستمر لغاية 11 أيلول لبكرة يوم الأحد. بيسعدنا نرحب بمنظم مهرجان بأيدينا فعالية الأسر المنتجة الأستاذ ماهر شيخ الأرض. يسعد صباحك. وصباحكم الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. فكرة المهرجان أول شيء خلينا نعرفها، خاصة أنه هو الموسم الثاني هي المرة، خلينا نحكي عن فكرة المهرجان، شو بيختلف عن الموسم الأول؟ هلا بحالة الاختلاف رح نحكي أول شيء على مبدأ إقامة هذا المهرجان، هو حالة دعم للأسر التي تقوم بأعمال داخل منزلها لنحول إنتاجها لتسويق مواد أساسية لبناء هذه الأسرة للاعتماد على الذات. هذا المبدأ حمله المكتب الإقليمي للأسر الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية كمبدأ عمل، أن المعارض والمهرجانات هي جزء من تسويق المواد المنتجة لدى هذه الأسر. من هنا أتى فكرة تسويق المنتج لدى الأسر هذه الأسر لتقوم بإنتاج مستمر، ما تعتمد على أنه إنتاج لمرة واحدة، ويكون هذا الناتج الأسري مستمر لتعود الفائدة لدى هذه الأسرة أو لهذه الحرفة التي تقوم بمنتج مندثر نوعا ما، لأن جميع الأعمال التي تقوم في هذا المجال هي أعمال يدوية هاند ميد، يعني العمل كله عمل يدوي، إن كان من سيدة موجودة في المنزل أو طالب في الجامعة له هواية في عمل معين أو تدرب ما من أهله في السابق ليقوم بإنتاج هذا المنتج. العنوان العريض يمكن لهيك نوع من الفعاليات والمهرجانات هو فتح السوق التسويق للأشخاص اللي مقدرانين يعني يسوقوا منتجاتهم بشكل صحيح. خلينا نحكي عن نتائج إيجابية رصدتوها اليوم أو حالات شفتوها على مدى 6 الأيام الماضية. هلأ ترافق هذا المهرجان بانعقاد المؤتمر الأول للاتحاد، وكان في وفود عربية مشاركة في هذا المؤتمر، زارت هذا المهرجان وأبدت إعجابها الكبير في إنتاج هذه الأسر الموجودة في سوريا. هذه الأسر هن عم يعطوا فكرة الحرف التقليدية الموجودة بتراثنا السوري، وفي عدة أشكال متعددة من هذه الأعمال، وهي طبعا فخر لنا بكل مقاييس حياتنا أن هذه الأعمال هي بدأت من مثل اللحن السوري، مثل الحضارة العربية بسوريا، كله يندثر أمام هذه الأفكار. أتت هذه الوفود العربية وقامت بشراء عدة منتجات من هذه الأفراد، طبعا أخذوا طموح كبير وإنتاج عالي، وفي بعض المنتجات النادرة تم التعاقد مع هذه الوفود العربية لتصديرها لخارج سوريا. طبعا المكتب الإقليمي يقوم في تنظيم هذه العملية ليعطي الفائدة الأكبر لدى هذه الأسرة أو لهذه الحرفة بشكل عام. خلينا نتعرف بشكل أكبر على الأسر المشاركة، وشو هي أبرز المهن يمكن يلي مثل ما منقول شاركت بالمهرجان بالموسم الأول وبعدها مستمرة ولقت إقبال كتير كبير؟ هلأ في عنا المهرجان بشكل عام عم يقوم بإنتاج عدة اختصاصات، واللي هي الغذائية والنسيجية والحرفية وبعض الاختصاص النوادر في عملية بناء الاكسسوارات الجميلة لدى السيدات، مثل ما بصير عندنا بازارات لسيدات الأعمال، نفس المبدأ عم يكون في هذا المهرجان بإدارة عمله. المميز في هذا المهرجان أن هناك مثلا بالمواد الغذائية لدينا أعمال نادرة جدا بإقامة النكهات الجديدة بين الحد والحلو والحار والحامض، وهي التفاصيل بتدخل بالعملية الغذائية النادرة ما الموجودة معنا بالتصنيع الصناعات الصناعية تقليدية. هي بقى العمل اليدوي عم يقوم بإنتاجها. النقطة الثانية أنه ما بحاجة لبرادات، تعرفوا أنتوا الفكرة هلأ موجودة أنه هي النقطة الأساسية، أنه هي مثل المونة صارت مادة تمون بدون برادات بالهواء الطلق، ولكن لا تتعرض للحرارة، بتحافظ على مستوى طويل من وجودها، مثل الجبنة مثل المواد اللبنة، هي بحاجة لبرادات، نحن بنشتريها بالسوق بحاجة لتبريد. هاي المواد هي معمولة بطريقة مجففة، بطريقة مع الملح، مع هاي الطريقة اللي بيساووها هنين بخليها تعيش مدى أطول، وبتوضع بالفخار وبتوضع في إنتاجات محددة. البند الآخر الغذائي واللي هو المناحل، لاحظنا أنه في إنتاج جديد في هذا الموسم هو خل العسل. خل العسل طبعا اللي عملته سيدة من بانياس، هذا الخل يشفي من أمراض السرطانية،
وله تجارب وصار في تحاليل واخذ من موافقات عده، يعني حتى صار عم يشتغلوا الاسر او اللي عم يقوم بالاعمال عم يقوم بتقديم الموافقات الرسميه لحتى يحافظ انه منتجه ضمن المواصفات الصحيحه والقياسيه ان كانت الصحيه ولا الغذائيه. فهذا المنتج كثير ابدى رغبه عند الوفود العربيه انه يصدروه لخارج سوريا، وفي تعاقد مع هي الاسره او هي المجموعه، هي طالبه الصبيه طالبه من بانياس تصدر هي المواد للامارات. هلا في منتجات اخرى واللي هي المنتجات النحاسيه، تطعيم النحاس للفضه وتطعيم النحاس للذهب، في الخزف، في الصدف، في مواد السناره، في عده اشكال من اشكال المنسوجات والاعمال الحرفيه ان كانت صناعيه يعني نحاسيه او تطعيم. الاجمل في هذا المهرجان واللي هو التطعيم الجديد انه هناك مجموعه من الفتيات والشباب اليافع المتدربين هن في جامعات متعدده واللي هي دمشق الاغلب، في منهم اطباء، في منهم مهندسين، في منهم في هندسه الزراعه، في منهم في المعاهد، لهم هوايه في الرسم والتطعيم الزجاج والالوان والتفاصيل. عملنا لهم مجموعه مؤلفه من تقريبا شيء 25 طالب وطالبه عم يتدربوا لدى هذه الحرف في الاسواق الحرفيه ليقدموا منتجاتهم بشكل مجاني، وابدوا رغبه عند الجميع بطريقه ادائهم واستعدادهم انهم طلاب يقوموا بالدراسه في الجامعات وفي اوقات الفراغ يقومون باداء حرفه معينه، وقدموا لي لإلي شخصيا فنجان مكتوب عليه اسمي. فهذا الكلام بيعطي انطباع جميل انه هن عم يعطوا رغبه الزائر ليحطوا له الماده المطلوبه. طيب استاذ ماهر، خلينا نحكي اليوم عن الفكره بتوسيع اكثر هذا المهرجان، النسخ القادمه اللي ممكن تكون، هل ممكن يتحول لمهرجان دائم؟ وايضا خلينا نسال عن استقطاب هي الاسر، يعني احنا عم نحكي عن كم كبير، تخصصات مختلفه ومن محافظات من مختلفه، كيف تم هذا الشيء وعمليه التنظيم؟ انت حطيتي ايدك على الوجع مثل ما بيقولوا. طبعا هذا المهرجان هو احد او ثاني مهرجان تقوم فيه المكتب الاقليمي لاتحاد الاسر المنتجه. طبعا هدف هذا المهرجان هو تسليط الضوء على أعمال هذه الأسر أو الصناعات الحرفية التي تقوم في سوريا. المطلوب هو دعم هذه الأسر، الدعم ليس فقط مادي، الدعم معنوي، لأنه أحيانا كلمة جميلة أمام هذه الأسر بيعطيها طموح لأنه تجدد نشاطها وتعطي اندفاع أكثر، أو ينشرها منا مادة معينة لحتى ينتج مادة أخرى، أو ممكن تكون صلة وصل اليوم يعني ربطها بالمعنيين أو تسهيل بعض الأوراق عليها، يعني مثل ذكرت السيدة تبعيت بانياس خل العسل، ممكن تكون بحاجة بعض المساعدة اليوم لتوثق هذا الإنتاج تبعها لتحطه ضمن المواصفات الصحية. في عنا على كلامك، في عنا مادة من صناعة الحرير المندسر موجود في منطقة ريف اللاذقية، توقف السيد وزير الصناعة هذه الحرفة وتم النقاش مع أصحاب العمل أن هذه الحرفة كانت مندسرة، وحاول يأخذ منهم بعض التفاصيل ليكونوا جزء أساسي من الفريق الذي سوف يقوم فيه وزارة الصناعة بالمرحلة القادمة من أساس عمل هذه زيادة إنتاج الدودة لإنتاج هذا الحرير. في تشبيك مباشر، وهي المهرجانات تعطي تشبيك مع الشركات او المؤسسات او الجهات المعنيه لحتى يتعرفوا انه هناك اشخاص يقوموا باعمال نادره جدا ممكن الاستفاده منها، وتعطي طابع ان سوريا تقوم بالحفاظ على هذا الارث الحضاري. واذا بنلاحظ نحن بالفتره الاخيره بفتره الكورونا جميع من سافر الى خارج سوريا ابدا يعني انطباع جميل انهم يقوموا بصناعه المواد الغذائيه بشكل مختلف، بصناعه اي عمل حرفي بشكل مختلف، وكان في اقبال غربي يعني كبير على المنتجات السوريه في اي دوله من الدول التي سافر عليها بعض الاشخاص في سوريا. المواد والاعمال الموجوده عندنا هي بالفعل تحفه كثيره، والمكان اللي ساوينا فيه هذا المهرجان هو اكبر دليل انه قلعه دمشق هي جزء من الاثار السوريه، وادينا هي الفكره لحتى تكون متوضعه ضمن هذه القلعه لحتى نحافظ على كل مكونات هذا المهرجان. نعم، بالنسبه استاذ ماهر للاسر اللي شاركت او اللي بتحب تشارك، كيف آلية التواصل مع حضرتكم؟ المكتب الاقليمي له موقع على الفيسبوك بيقدم استماره للمشاركه، ممكن ينتسب او ممكن لا ما ينتسب بالمرحله الاولى. هذا العمل هو جزء من آلية تطوير فكرة الأسر المنتجة أنه نفتح لهم تسويق الإلكتروني، ومن ثم ممكن يكون في مقابلة لدى المكتب، أو إذا كان خارج المحافظة ممكن الاتصال يكون تليفوني. بنشوف طبيعة المشاركة، بناخذ صور عن هذه المنتجات، بنشوف شو الطريقة اللي لازم نحن نطور فيها الفكرة، وبنأدي لهم الخدمة بالشكل المطلوب.
الأسر اليوم كان عندها رسوم للمشاركة بهذا؟ لا أبداً، مجانية بشكل مجاني. طيب يتحمل المكتب الإقليمي كامل التكاليف. بالختام خلي رسالة اليوم حابب توجهها اليوم لكل الأشخاص المشاركين، لأشخاص حابين يشاركوا، لا يمكن أشخاص مهمين زاروا المهرجان، تفضل. اللي مطلوب أنه الجميع يجي يشوف هذه المنتجات، يقدم الدعم المعنوي ولو ببسمة بسلام لهذه الأسر، يعطيهم دعم معنوي بالبداية، ومن ثم المنتج الموجود إذا أدى الرغبة ممكن يحتفظ فيه الشخص كتحفة في المنزل، لأنه هذه الأعمال كلها أعمال يدوية نادرة لا تتكرر. ونحن بنعرف إن سيدات الأعمال أو السيدات أو أي شخصية أخرى ممكن تنتقي أي عمل يكون في البيت، هو نادر بالنسبة لها وبتحافظ عليه لأنه في جزء من الروح. كل الأعمال الموجودة هي في علاقة روحانية موجودة فيها، لأنه عم يشتغلها إنسان وطاقة الإنسان موجودة فيه، والمادة هي مادة طبيعية، فكل المحتوى هو محتوى إنساني بيعطي إمكانية لنطور عملنا. المطلوب هو المؤسسات المعنية تقدم دعم لهذه المشاريع، لأنه هي بس بدها دعم بسيط، ونحن كمكتب إقليمي رح نقوم بالدور بالنسبة للتسويق وإمكانية بيع المنتجات. وهذا الدعم هو بينتقل لحتى استمرارية الأسرة تعتمد على نفسها. شايفين التضخم الاقتصادي الموجود في العالم، نحن منحافظ على أسرنا أنها تكتفي ذاتيا، لا عاد تحتاج إمكانية لا المعاشات ولا المبالغ اللي ممكن تأخذها من أو أبنائها في الخارج، لا بصير اكتفاء ذاتي من هذه الأسرة لتعتمد على نفسها ويصير المصروف ذاتي ونكون إمكانية كبيرة. نتمنى أكيد نحن هاي المشاريع الصغيرة يلي أثبتت اليوم نجاحها وأثبتت جدارتها تتوسع بشكل أكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. ما قدر يدعم ماديا بيقدر يدعم معنويا طبعا. كل الشكر لك أستاذ. شكرا. شرفتونا أستاذ، صباحكم. ماهر شيخ الأرض منظم مهرجان بأيدينا، شكرا كثير لوجودك معنا. العفو، شكرا. شكرا.